بدات تعيين رونالد كومان كنت بهزر، كنت بقول ان رونالد كومان نفسه يعمل فريق ما بين الهولنديين وما بين اللاماسيا او الكاتالان علشان خاطر ما يتقالش نفس الكلام اللي كان بيتقال ايام فانجال ان الفرقه دي ما تمثلناش، ولا هي رياض بيضاء موجوده في المدرجات، ولا ان جمهور برشلونه بيشجع الفرقه من نفسه علشان خاطر مش حاسس ان الفرقه دي فرقته، لان ان فعلا رونالد كومان ماشي بنفس الموضوع، هو هو نفس الكلام، هو هو الراجل بيفاوض لعيبه هولنديين، وكمان يطلع موضوع هنريك لارسون هو كده عمال لهم روبي يانسن اللي هو قال لرونالد كومان ان الراجل مش هتخسر حاجه لو رحت جبت هنريك لارسون وشغلته معاك مساعد ليك، وفعلا كومان عمل كده في المقابل ان هو هيظبط له وكله تانية علشان خاطر يجيبوا لعيبه هولنديين ونظبط الفرقه وهنعمل ونساوي. المشكله بالنسبه لي مش كده، المشكله بالنسبه لي انك عادي اشتغل شمال براحتك واعمل كل حاجه براحتك، بس لما تشتغل شمال حاول تشتغل تفيد الفريق. معلش يعني برشلونه عايزه ايه مثلا من جيني فينالدوم او صفقه ممفيس ديباي؟ انت عندك مشكله في نص الملعب؟ ما اعتقدش، لان انت عندك شباب كتيره جدا طالعه من لاماسيا موجوده في نص الملعب ممكن تكون اعلى من جيني فينالدوم بمراحل في الكبوتش. هجوميا الفرقه مش محتاجه حد في شكل هجومي، انت مش محتاج ممفيس ديباي. هتقول لي مركز 9 بعد سواريز، هقول لك ان انت بتتكلم على انطوان جريزمان من امبارح، بتطبل انطوان جريزمان من امبارح على اداؤه مع فرنسا بناء على ايه؟ مش بتطبل جريزمان من امبارح لان هو بيلعب مركز 9؟ طب تمام، هروح اجيب ممفيس ديباي بيتطرف لبره. طب فين انسو فاتي وفين عثمان ديمبلي اللي هدي لهم فرصتهم؟ هدي له ناحيه اليمين؟ لا طبعا مش هيشيل من ناحيه اليمين في وجود ليونيل ميسي، هدي له في نص الملعب. طب انا منتظر ان انا العب كوتينيو صانع العاب، طب انا جايب ممفيس ديباي ليه؟ ماشي راجل ممتاز وراجل ارقامه 26 سنه لعيب جيد، بس مش ليا ليه اليوم؟ انا مش عايز لعيبه نص ملعب، ولا انا عايز لعيبه شق هجومي، انا عايز لعيبه شق دفاعي، انا عايز اغلى اربعه لورا. نقطة ضعف برشلونة بقى لها 3 4 سنين الأربعة اللي ورا، برشلونة عنده فضايح الأربعة اللي ورا، مع ذلك الأربعة اللي ورا ما بيتغيروش. الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي نفسه سميدو، وسميدو مش عارف ياخد فرصته لحد دلوقتي أساسية. أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم على إن المشكلة كلها في نص الملعب وشكل هجومي؟ لا معلش، أنت جايب ميرلين بيلاش قبل ميركاتو ما يبدأ، وعندك فرانك ديونج مفترض إن أنت تلعبه السنة دي مكان بوسكيتس، يعني أنت عندك اثنين موجودين في نص الملعب. غير ريكي بوجي وغير اللعيبة اللي لسه طالعات من لاماسيا. ليه فكرت انك تروح تجيب لعيبه هولنديين؟ ليه فكرت اساسا انك تروح تجيب جيني فينالدوم؟ او كمان فتحت كلام ان انت نجيب تياجو الكانتارا، بس احنا تياجو الكانتارا محتاجينه، بس احنا لابننا تياجو الكانتارا، وتفتح كلام فجاه رغبه المدرب فينالدوم ورغبه الاداره والجمهور تياجو الكانتارا، وتحس ان انت في لغط كتير قوي وكلام كتير قوي اللي هو يا جماعه انا مش محتاج لعيب نص ملعب اساسا، يعني انا ما عنديش رفاهيه ان انا اجيب لعيب نص ملعب، انا عندي باكج قليل، عندي فلوس قليله، خلاص راح اتكلم على مدافع، انا ما راحش اضيعهم في مهاجم، ما راحش اضيعهم في لعيب خط نص، مش ده في حاجات انا مش محتاجها. مش متخيل ان المدرب كان نقطه قوته الوحيده في منتخب هولندا ان هو عنده اثنين مساكين جبارين زي ماتياس ديليخت وفيرجيل فان دايك، ان هو ممكن ينجح باثنين مساكين زي بيكي ولانجلي. مش متخيل ان هو كان بيطير اطراف في هولندا، وكان بيعتمد على لعيبه نص الملعب وقوه لعيبه نص الملعب، وكان بيخليهم يزيدوا هجوميا اكتر ما يعملوا وجبات دفاعيه عشان خاطر فيرجيل فان دايك وماتياس ديليخت بيغطوهم. مش متخيل نفس المدرب ده يعمل نفس الشغل بتاعه على بيكي وعلى لانجلي. ناس كتير قوي تقول لك التكتيك بتاعه والبروفايل التكتيكي، معلش طب البروفايل التكتيكي بتاعك بيبقى على حسب الامكانيات بتاع اللعيبه بتاعتك، ما ينفعش تلعب بنفس طريقتك مع هولندا بنفس طريقتك مع برشلونه في ظل اللعيبه المتاحه. لو انت حاولت تعمل كده انت تهبط، لازم تطبق على اللعيبه الموجوده عندك. اللعيبه الموجوده عندك تنفع تلعب كره سريعه باثنين قلوب دفاع ميتين؟ ما اعتقدش. كره سريعه باثنين باكات ضايعين؟ ما اعتقدش. حتى لو عندك نص ملعب قوي جدا وعندك شق هجومي مرعب برضه هتتغلب، وبرضه الوضع يكون بالنسبه لك سيء. الا لو عندك برضه ان انت رامي كل حاجه على تير شتيجن وان هو اللي هيكون اللاعب اللي هيشيل الاربعه اللي قدامه، وده عك. لو احنا عايزين نتكلم عن مصلحه برشلونه كنا نتكلم في الدفاع. انما خلاص الموضوع واضح من اول ان رونالد كومان جاي جس لتشافي وروب هوتسون وفان جال بيتكرروا قدام عينينا. ده نفس الاداره بتاعت المونيستا، هم راحوا جابوا روب هوتسون، الراجل نجح، راح شايلينه في اخر السنه عشان خاطر كانوا مخلصين مع بنجال. بس المره دي بقى مفيش حد عارف ايه الانتخابات هتخسر ولا هتخلص في ثلاثه على ايه. لو خلصت في ثلاثه ونايب بارتيمو كسب، ما اعتقدش ان هو نايب بارتيمو ممكن يكسب في ظل الظروف المتاحه جوه النادي دلوقتي، وان النادي بيحاولوا يحجبوا الثقه من بارتيمو. ما اعتقدش ان بارتيمو ممكن يشم نجاح هو النايب بتاعه، لان بارتيمو والنايب بتاعه كلهم مشروع واحد، وساندو روسيل ونونيستا كلهم مشروع واحد، بس بيتغير اشخاص. مشروع اقتصادي اهم حاجه، والشعار بتاع برشلونه اكبر من مجرد نادي، ده شعار استخدمه روسيل في الحمله الانتخابيه بتاعته. ده مش حاجات ولا حاجات من كراسه جوه النادي، دي شعارات انتخابيه مش اكتر ولا اقل، لان هم ما عندهمش برشلونه اكبر من مجرد نادي، وما عندهم مشروع اقتصادي اكبر من مجرد نادي واكبر من مجرد فريق كره في القدم. برشلونه الانفصالي اللي بيمثل الكاتالان، اللي بيمثل حقبه من تاريخ الكاتالان في معارضه النظام الاسباني، دلوقتي بقى عادي جدا فريق رجال اعمال
رجع عمال بيقود المنظومه، بيبعدوا تماما عن هويه الكتالان الانفصاليه، وكمان جوه الملعب بيبعدوا عن هويه برشلونه اللي كنا متعودين عليها ايام كرويف وايام بيب جوارديولا. الموضوع في برشلونه اقرب بحرب عصابات واقرب بخناقه كبيره جدا بره عالم كره القدم، بس مع الاسف الشديد الخناقه اللي بره عالم كره القدم بتاثر على عالم كره القدم، ودينا شايفين العك الاداري وشايفين كل حاجه. نفرح بصفقه ديباي تمام، بس مش حل اي حاجه، مش حل كل المشاكل عندي، انا عندي مشاكل دفاعيه ثاني وثالث ورابع، مشكلتي ما كانتش مهاجم. حتى لو سواريز قعد السنه الجايه برضه هيجيب اهداف وبرضه هيكون ارقامه جيده، مشكلتي مش مهاجمين ولا نص ملعب.